بطنجة التي تحتضن الدورة الثامن عشر لمهرجان طنجاز من اليوم إلى غاية 17 من شتنبر الجاري تحت شعار الأصوات الجديدة للجاز. يشارك في دورة هذه السنة 120 مغنيا وموسيقيا يحيون 55 سهرة فنية في 7 مواقع تتوزع عبر أحياء عاصمة البوغاز. كما سيشكل المهرجان فرصة لاستفادة الشباب المولعين بموسيقى الجاز من العديد من الحصص التكوينية. ويقول المنظمون إن 18 سنة تشكل المرحلة الأساسية في حياة الإنسان، وهو العمر الذي وصلت هذه التظاهرة العالمية التي انطلقت سنة 1999. هذه الدورة 18 اللي كنشوف فيها الخاصية ديالها هو أن تحلت على المجموعات الشبابية، تشجيع المجموعات الشبابية المغربية باش هي تمشي في هذا الاطار ديال موسيقى الجاز وموسيقى العالم والموسيقى اللي عندها علاقه بالجاز. اذا خلال السنه تم انتقاء المجموعات، يعني شاركوا في دورات تباريه، وفي الاخر خرجنا بخمسه المجموعات اللي غادي يكونوا في رفع الستار ديال كل سهره اللي غادي تكون في المنصه ديال ميناء طنجة المدينه.